النهارده وزيره التعاون الدولي كانت في السعوديه واكدت على ده، مليار ونص دولار لتنميه سيناء، ودي خطوه كويسه جدا بنشكر عليها المملكه العربيه السعوديه. ايضا تم الاتفاق على تدفق للمواد البتروليه لمده 5 سنين لمصر، وتم الاتفاق ايضا على بدء تفعيل استثمارات ب 30 مليار ريال في مصر. نتمنى ان ما نسمعش بعد 20 يوم انه الاستثمارات دي واقفه لانه الموظف اللي في هيئه الاستثمار معطل الورق، ونتمنى ان ما نسمعش برضه بعد 20 يوم ان المستثمرين اللي جايين يحطوا 30 مليار زهقوا من هذا الاداء الحكومي الحقيقه الضعيف، وتوكلوا على الله رجعوا بلادهم ولا دوروا على بلد تانية يستثمروا فيها. نتطلع ان احنا نسمع بعد الخطوات دي، دي خطوه حلوه بس عايزين نشوف لها مردود حكومي سريع مش مردود حكومي بائس. ايضا وزيره التعاون الدولي النهارده الحقيقه وبتوصيه من السيد الرئيس راحت زارت في الصورة اللي طلعت من شوية دي، لو تعيدها لنا تاني يا والي، زارت المصابين من الأتوبيس المصري اللي يعني تعرض لحادث أدى لمصرع يعني 20 من المعتمرين في الطريق اللي ما بين المدينة ومكة. نسأل الله تعالى الرحمة لكل المصابين ولكل الشهداء، ونسأل أيضا العافية والشفاء لكل المصابين. وشكر لوزيره التعاون الدولي الحقيقه نشهد لها بان هي شغاله بكفاءه، يعني في كل الهيصه دي وزيره التعاون الدولي الحقيقه شغاله بكفاءه. دكتوره سحر ناصر وترجع بالسلامه وعامله يعني الحاجه الوحيده الايجابيه اللي بندور عليها النهارده هو الموضوع ده. من شويه طبعا كان في هجمه لمباحث الاموال العامه على ماجد سامي ووادي دجله، في كلام كتير طبعا، في بلاغات كتيره وفي شكاوى كتيره راحت للاعلام وفي بلاغات راحت للنيابه بخصوص نادي وادي دجله. دلوقتي الموضوع فيما يبدو دخل في حيز تنفيذ القانون والبحث في الملفات، ماذا يدور في وادي دجلة دي هتكون الحقيقة قضية مهمة جدا من القضايا اللي هنسمعها الأسبوع ده، وإحنا في البرنامج ده هنفضل متابعينها. أنا عشان فقرة الفرح اللي عملوها لي في البداية دي فكان عندي يعني الحقيقة حاجات كتير، لكن أنا عايز أقول لكم فقرة رئيسية النهاردة، فقرة مهمة وتتعلق بأكتر من حاجة في الحقيقة، وهي فقرة موضوع قضية التمويل الأجنبي القضية 173 اللي بدأت تتفعل دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شهادتي اللي من بره إنه المنظمات الحقوقية في مصر عملت دور مهم وجيد جدا ورائع، خاصة في سنوات قاسية في حكم مبارك.